دكتورة جيهان ازيك؟ اهلا اهلا، صباح الخيرات. يا صباح الفل يا ست الكل. شفنا الجميل، كل سنة وانت حضرتك طيب. وانت طيبة. اولا بشكرك على كل الاكلات الجميلة، فعلا ربنا يبارك لك في ايديك يا رب. امين يا رب العالمين. شيف من فضل حضرتك انا فضل. بس كان ليه ملحوظة صغيرة. اتفضل. ميرسي. انا طبعا دكتورة وفي ملحوظة مهمة بالنسبة للقرنبيط. الناس اللي بتاخد ادوية التجلط القرنبيط بيعوق هذا الدواء. يعني في حاجه اي دواء يا ست الكل، اي دواء دكتور؟ التجلط. التجلط الناس أي. اللي أي. عندها تجلط اي ان ار او اللي هو سرعه الترسيب او عندها تجلطات او عندها جلطات. حلو. بتاخد ادويه عايشين عادي بينا يعني خلاص. روحناهم البيت من المستشفى. حلو. وعايشين بياخدوا دواء التجلط. حلو. بكتب على الدواء ده ملحوظه صغيره كده واقول ممنوع اكل البروكلي والارنبيط. ولو حلو. في البلاد العربيه اسمه نبات الزهر، هم ما اسمهمش الزهره في الخليج عندي. او في الشام. مهم طيب. جدا الملحوظه دي، الارنبيط والبروكلي يا ست الكل يا دكتوره. بعد الناس طيب. اللي بتاخد ادويه التجلط لان بيعوق الدواء ده. بيعوق دواء التجلط. تمام يا فندم. وربنا يشفي كل مريض يا رب. طب في له بديل يا ست الكل؟ له بديل؟ له بديل؟ بديل؟ لا 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 يعني بلاش نستخدمه في الاكله دي. مظبوط. وعلى فكره دي ده علم اسمه دراج فود انتر اكشن، يعني الادويه اللي هي بيعوقها بعد الطعام. حلو. يعني مثلا في سيدات عندهم هشاشه. حلو. اقول لها مثلا ما تاخديش حاجه معينه. في اطفال بتاخد ادويه الصرع. حلو. اقول له ما تاكلش معاه الكورن اللي هو فشار. الفشار. حلو. يعني اذا احنا لازم نحتاط جدا جدا جدا. حلو. لبعض الاطعمه. مع بعض الادويه. حلو قوي ده، مهم جدا على فكره، ودي معلومه بشكر حضرتك. وهي دي الست المصريه بتتابع الحلقه، شافت معلومه ما بخلناش بيها على الساده المشاهدين. فعلا اللي عنده تجلط وربنا يشفي كل مريض ما يستخدمش الارنبيط. والعلم لما يتكلم سماهوس.